حميد، أي ريح طيبة ألقت بكم إلينا، صح كده؟ الحقيقة مش ريح طيبة ولا حاجة. يا أستاذ حميد، في إيه حصل تاني؟ مش قلنا هنفضل صامدين؟ شوف يا عمر بينا، يعني المسألة لو كانت تخصني أنا لوحدي أستحمل، حضرتك عارف، بس المسألة تعدتني الناس تانيين، حرام أحملهم نتيجة موقفي لأن ملهمش دخل فيه. أستاذ عبد الحميد، ممكن ببساطة كده تفهمني اللي حصل؟ ببساطة يا عمر بينا، أنا جاي لحضرتك عشان تساعدني في التنازل. إيه؟ بتندهش؟ أيوه، أنا عايز أتنازل، عايز أصطلح. أنت عايز تتنازل؟ أيوه، وبأي شكل وبأي تمن وفي أسرع وقت. أنا خلاص، أنا مش عايز حاجة من الدنيا غير إنهم يسيبوني في حالي أنا وولادي. أنا أدرس لغة عربية في المدرسة، وبنتي وجوزها يسافروا يكملوا تعليمهم في لندن. عايز أحمي ولادي من الخوف ومن السجن، وأحمي نفسي كمان. عموما ده من حقك يا أستاذ عبد الحميد، ولو إني ضامن إن القانون معاك. مفيش حاجة مضمونة، وأرجوك ما تقوليش إن في حاجة مضمونة، وما تقوليش إن القانون هيحميني. الإنسان مش يقدر يعيش في أمان ويحس بالأمان بالقانون لوحده. وما يعيش ويحس بالأمان بإيه يا أستاذ عبد الحميد؟ بشرف القانون وعباءة الأخلاق. القانون يلزمه عباءة الأخلاق. حضرتك هتقول دي جملة إنشائية وفيها خطابة وبلاغة، بس صدقني الأخلاق هي الضمان الوحيد حتى للقانون نفسه. القانون بدون أخلاق أداة باطل ومعول هدم. أستاذ عبد الحميد، أنا موافق على كل اللي قلته، بس إحنا ما زلنا متمسكين بعباءة الأخلاق، مستظلين بالقانون اللي هيديك حقك. إذا كان حقي هيجي على حساب راجل حبي بنتي وهيضحي بمستقبله علشاني مش عايزه، إذا كان حقي هيجي على حساب بنتي اللي هتضحي بحياتها طول عمرها عشان آخد حقي مش عايزه، أنا مش عايز آخد حقي على حساب حق الآخرين. وأنا قلت لك الكلام ده من الأول، أرجوك ساعدني. كل ده ينتهي إزاي؟ عموما لازم يحصل تنازل في الشهر العقاري بين المحامي بتاعك ومحامي الخصوم. محامي الخصوم؟ طبعا انت اكيد عارفهم، حافظهم. عارفهم كويس، بس خلي بالك لازم تضمن كل حقوقك في محضر الصلح، وتخلي المحامين يبقوا يعرضوا عليا محضر الصلح ده. اكيد، ما دام انت خايف عليا يبقى هتساعدني. يعني مستحيل هتضيع لي حقي حتى وانا بتنازل عن حقي. هو فين؟ بره يا فندم. بيعمل ايه بره؟ ما دخلش ليه؟ انا قلت استاذن ساعتك الاول يا فندم. انت ما عارفش ده مين؟ اوعى. استاذ عبد الحميد، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل 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 في المكتب. ارجو يا استاذ عبد الحميد ما تكونش جاي عشان توكلني في القضيه. لا، انا جاي لحضرتك في موضوع اهم من كده. ولا تعوزني شاهد في المحكمه، انت عارف ان ده هيبقى غدر بموكلي، وانا والله العظيم لغيت التوكيل. لا، من فضلك يا ريت تفضل وكيل الناس دول. ليه يا استاذ عبد الحميد؟ ده انا ما صدقت. انت لسه بتشك فيا؟ لسه بتشك ان انا خايف عليك وعلى مصلحتك لانك راجل شريف؟ الشرف هم اللي تخاف عليهم اليومين دول في الزمن ده. انا لولا ثقتي الكبيره فيك ما كنتش جيت، عشان كده برجو انك تكون لسه المحامي بتاع الناس دول. اوعى تكون ناوي تشاهدني وتحلفني اليمين في المحكمه. لا، أنا جاي لك عشان ننتهي من حكاية المحكمة دي. يعني إيه؟ أنا جاي أتنازل. أخيراً يا أستاذ عبد الحميد. أخيراً يا أستاذ إسماعيل. يعني أنت جاي عشان تقول لي الخبر ده؟ أنا جاي لك بصفتك محامي الخصوم. والله العظيم لغيت التوكيل. والله العظيم مصدقك، بس يا ريت تقدر ترجعه تاني. أنا ما بثقش في حد غيرك يعمل لي التنازل عشان الناس دي ما تغدرش بيا. بعد اللي عملوه فيه انا مش واثق فيهم. انت مش كنت خايف عليا؟ في الحقيقه خلاص كمل جميلك وخليك واقف جنبي. انا طلباتي زي ما انا هتنازل هم كمان يتنازلوا عن كل القضايا والادعاءات اللي لفقوها لي، واهم حاجه عندي انهم ما يقفوش في وش جوز بنتي ويحرموا من البعثه. فؤاد بيه، انا ما عنديش غير رد واحد على كلام حضرتك. انا ما اقدرش اقول ان جار ما تجيش بيتي، ما تزعلش، لأن دي الأصول اللي كنت بتتكلم عليها من شوية.
ومفيش مخلوق في الدنيا ولا انا ولا انت نقدر نقول ان جار ما تحبيش احمد او اي شاب تاني. المشاعر دي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيوجهها. عشان كده ما اقدرش اقول نجار ما تحبيش احمد، وما اقدرش اقول لاحمد ما تحبش نجار، والا بقى اب ظالم. ممكن نعمل ايه؟ هحاول ابعد ابني عنها على قد ما اقدر، وانا وابني هنبعد عن مالك. احنا ما لزمناش غير نجار لاننا بنحبها فعلا. ارجو ان كلامي كان واضح يا فؤاد بيه. واضح جدا يا استاذ عبد الحميد، واضح اكتر من اللازم. تسمح لي امشي؟ لاني عارف ان حضرتك مشغول. يا شرف، العربية عشان توصل الأستاذ. لا أمرك يا فندم. مفيش داعي للعربية، أنا هاخد تاكسي من بره. هنا مفيش تاكسات يا أستاذ عبد الحميد، هنا منطقة قصور وفيلات. يبقى أنا اللي جيت غلط، والغلط مردود زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين يا فؤاد بيه. مش قلت لك يا عبد اني مش مرتاحه؟ ولا كان داخل دماغي ان الراجل ده عاوز يقعد عشان يتكلم معاك وياخد ويدي في الكلام؟ لا، وانا قبل ما انزل اقول لك توقعاتي ما تنزلش الارض. انا عارف هو بعت لي ليه، كنت بحسبه اب زينا. لا لا، دول حاجه غيرنا، الناس دي حاجه واحنا حاجه تانية خالص. لا اله الا الله. بعدين يقول لي لو ساعدتني ان ابنك يبعد عن بنتي انا مستعد ادفع لابنك اي فلوس هو عايزها. تصوري، عايز يشتري احمد وحبه وحياته وكرامته بالفلوس، بس انا ما سكتش اديتهم له، اديته درس في الكرامه والتعبير. طب وبعدين يا عبده، لو البنت بنته كانت سالت عن احمد هنقول لها ايه؟ تيجي اهلا وسهلا، يمنعها هو. اذا كان هو مش قادر يمنعها احنا هنقدر؟ واحنا كمان مش قادرين على ابننا، مش عارفين هو فين. حق ربنا يستر، ربنا يستر وما يشمش خبر ان احمد سايبنا وسايب البيت. وانا هستنى لحد ما حد يشم ولا ما يشمش؟ لا، انا هنزل ادور على احمد على طول قبل الاجازه ما تخلص والدراسه تبتدي. انا هقوم اتوضى واصلي ركعتين لله عشان يساعدني ان الاقيه. يا هادي يا رب. الشنطه بتاعت مين يا استاذ عبد الحميد؟ يعني ما ردتش عليا؟ اظن الكلام اللي قلته في التحقيق كفايه. يعني مصر ان الشنطه شنطتك؟ ايوه. ايه رايك استاذ عبد الحميد؟ يا راي عبد الحميد، انا قلت اللي عندي ومش هغيره، وارجوك يا سياده المستشار ما تسيبنيش مصلوب بين ابوتي وحريتي. مش انت بس اللي مصلوب، انا كمان مصلوب بين الضمير والواجب. انا مش عارف اقول ايه في المحكمه يا استاذ عبد الحميد. انت وعدتني كصديق، ووعد الحر دين تقيل قوي، مش عارف هستحمله ازاي. لا لا، لازم تستحمله ولا تبقى غدرت بيا كصديق. لاول مره اعرف ان الواجب لازم يبقى بعيد عن الصداقه. والصداقة واجب مقدس كمان يا سيادة المستشار. ده إذا كنت لسه بتعتبرني صديق يعني. الحقيقة أنا كنت بعتبرك مثل أعلى. دلوقتي ما بقتش مثل أعلى؟ في مثل تاني، مثل كبير قوي، مثل الأبوة، اسمه عبد الحميد دراز. يبقى ما تحرمنيش من الإحساس. حاضر يا أستاذ عبد الحميد. ما فيش قدامي غير إني أدي 15 يوم استمرار على ذمة القضية، لأنه الأب المثالي. اسمح لي يا أستاذ عبد الحميد إن أقول لك إن شرف القانون يعلو على شرف الشخصية، وأنا عارف إن أزمتك هي أزمة سيادة القانون. الأستاذ عبد الحميد بريء يا حضرات المستشارين، على الرغم من اعترافه، لأنه اعترف لي شخصياً بأن الشنطة شنطة. لا يا سيادة المستشار، ما حصلش. أستاذ عبد الحميد، احنا دلوقتي ما حصلش. أنا اعترفت في التحقيق وبعترف دلوقتي. بس يا عبد الحميد. يا سيادة القاضي، الشنطة بتاعتي، أنا سحب الشنطة. ما تتكلمش من غير ما أديك إذن. أنا ما بقطعش، أنا بعترف. برضه ما تتكلمش يا عبد الحميد. أستاذ عبد الحميد، أنت قلت لي على الحقيقة كلها. ما حصلش وأنا معترف. سيادتك مطلوب مني إيه؟ تقول الحقيقة قدام هيئة المحكمة. احنا مش بندور على عدل وسياده القانون؟ انت قلت لي ان الشنطه بتاعت ابنك. ما حصلش، ما قلتش وما حصلش. انا مش هكذب عليك ولا ادعي عليك، انت قلت لي الكلام ده خارج المحضر. انت قلت لي ان هم كانوا عايزين يدخلوا ابن السجن عشان يبعدوه عن بنت فؤاد نصار. ما حصلش. حصل، والشنطه دي بتاعتي.